الفكره جت الاول بانه ان انا كنت عاوزه ان كل الناس اللي عندها تالنت وعندها بروجكتس بتاعت حاجات هاند ميد بتعملها بايديها ان يكون ليها مكان مخصص بتقدر ان هي تامبرس التالنت بتاعها والبروجكت بتاعها. فابتديت اساعد الناس انها تعمل معارض, وده رابع معرض لينا. ومن الناس اللي ما عندهاش لسه ما اكتشفتش التالنت بتاعها او ما لسه ما تعرفتش الباشن بتاعتها ايه, هنبتدي نعمل ورش وحاجات تساعدها ان هي تلاقي التالنت بتاعها. جمعنا عن طريق الفيسبوك, انا عملت جروب وابتديت اقول لاصحابي, وابتدت اصحابي يتبسطوا بالفكره ديت, وابتدوا بعد كده كمان يعملوا يجمعوا اصحابهم كمان, وابتدينا نبقى جروب كلنا كوميونتي واحده بنساعد بعضنا علشان نبتدي نظهر بشكل كويس قدام الناس. يعني مثلا زي النهارده احنا عاملين مثلا اللوجوهات بتاعتنا ليديز جوت تالنت, مشاركين بافكار مختلفه زي مثلا بالونات كهدايا مرسوم عليها الجروب, نوع من انواع ان احنا بنسبورت الليديز اللي عندهم تالنت واللي ما عندهمش ان هم يشجعوا ان هم يلاقوا التالنت بتاعهم. انا قدرت اعرف الجروب ليديز جوت تالنت لان احنا شغلنا يونيك شويه, لان احنا كل شغلنا هاند ميد, وان التسوق الهاند ميد دي حاجه مش سهله. فالحمد لله قدرنا ان احنا النهارده نتجمع مع ميس باسكت وليديز جود تالنت ان احنا نبقى موجودين في الداون تاون النهارده, ونقدر نعرض البرودكتس بتاعتنا بشكل زي ما هو واضح كده الحمد لله كويس, وان شاء الله نوصل فكرتنا. وخصوصا ان انا بشتغل في حاجه جديده ديكوباج, ده ميكس ما بين البينتينجز وما بين الرسومات. النابكنز دي كلها ده فن فرنساوي, فبدانا ندخله مصر وان شاء الله يبدأ يتسوق له بشكل كويس. أنا واحدة صاحبتي دخلتني فيه, تابعته شوية وشفته لقيته بيشجع المواهب. أنا طبعا بحب الرسم جدا, فحسيت إن هو بيديني سبورت كبير جدا جدا لموهبتي, وحبيت إن أنا أكون فيه. بشجع بجد أي حد إن يكون عنده موهبة إن هو ينضم لجروب ليتس جود تالنت.